أستاذ صفوان، الرجل الرئيس البيلاروسي يدعو لوقف لإطلاق النار لهدنة بدون شروط، فلماذا يعني تأخذ خطابه بمنح التصعيد وبمنح الإرهاب كما وصفته؟ لماذا؟ لسبب كثير بسيط، أنه الاتحاد الروسي روسيا بوتين قال نحن ما راح نستخدم السلاح النووي إلا إذا كان في تهديد وجودي لبلادنا، ولكن كل 10 أيام، كل أسبوع، كل نصف شهر ماكسيمون بيطلع يا ميدياديف يا أحد المساعدين بيساوي تهديد نووي، يا بيقول بدنا نستخدم أسلحة نووية تكتيكية، يا بيقول بدنا نساوي نضرب ندمر بريطانيا، يا بيقول بدنا نقصف بالفرض صوتي الولايات المتحدة، وهكذا. هذه التهديدات لسبب كتير بسيط، إنه كل يوم تقريبا روسيا تشعر أنه مهددة وجوديا، ليس بسبب عدوان الآخرين عليها، ولكن بسبب تورطها بحرب هي غير قادرة على إنجازها، وغير قادرة العنجهية الرئيس الأوحد والحاكم الأوحد أنه يعترف أنه غلط، لأنه بهيك بلاد يحكم البوليس ويحكم العنف، الانسحاب يعني الموت، وبالتالي أصبح الرئيس بوتين عالق. من جهة يريد أن يقول حتى يستمر في حكم روسيا يجب أن يقول أني انتصرت، ومن جهة تانية يريد أن يقول لا تجعلوني أخسر، لأنه إذا خسرت سوف أستخدم باعتباري مافيا، باعتباري نظام غير قائم على القواعد، أتصرف وفق أهواء شخص، ممكن استخدم النووي، أنا مو نظام منضبط مثل ما كان الاتحاد السوفيتي في قواعد وأسس لاستخدام السلاح النووي، أنا كشخص إذا أزعجتوني وهددت مستقبلي السياسي ممكن أني استخدم النووي. وبما أنه هو ما بده يقول بدي استخدم النووي، لأنه هذا اعتراف أنه وصل إلى الحيط، وأنه فشل في حربه، وأنه تورط بحرب غير عادلة، لهذه الأسباب كلياتها عم يسمح لمساعديه ولأتباعه ولمن يعتقد أنه يدور بفلكه مثل الرئيس لوكاشينكو، أنه هن يخوفوا الغرب من مغبة خسارته، لأنه خسارته رح تؤدي إلى حرب عالمية باعتبار الدكتاتور ما بيقبل أنه يخسر، وإذا غلطان ما في يتراجع، لأنه تراجعه يعني أنه نظامه رح يقصله ويفرمه. على هذا الأساس أنا شايفه أنه تهديد، وهذا التهديد حقيقي بناء على العجز. الدولة العظمى، ثاني دولة في العالم بترسانة النووية، يمكن الأولى حتى مو الثانية، وكل إمكانياتها مكرسة فقط للصناعات العسكرية، ما عندها أي صناعات أخرى غير الصناعات العسكرية، هي شهر بكل إمكانياتها وإمكانيات حلفاء من الدكتاتوريات أمثال إيران وكوريا الشمالية يساعدها، ولم تستطيع لحد الآن، تجاوزت الآن الشهر، ما استطاعت إنه تستولي على مدينة صغيرة هي يعني لازم تتاخد بيومين لو كان انه الجيش الروسي جاهز للدخول بمعركة. طيب، كثير من النقاط المهمة. إذن في هذا تمام، سأعود اليك.